خليني اكمل معاك في مساله النصب الالكتروني. مثلا احنا كنا لسه بنتكلم على هوك بول. النصب الالكتروني اصبح ممتد بقى، يعني بقى اصبح فيه ليه ايه طرق وحيل جديده. رسائل المعايده، كل سنه وانتم طيبين، ما احنا عندنا شهر رمضان المبارك باذن ربنا سبحانه وتعالى، اللهم بلغنا رمضان، بعد شويه هيبقى فيه العيد الصغير عيد الفطر. طيب هتكثر التهاني والمعايدات. السؤال بقى ازاي يبقى في نصب الكتروني من خلال رسائل المعايده؟ خلونا ناخد معانا على التليفون مهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات. اهلا اهلا يا باشمهندس. اهلا بيك يا استاذ يوسف. كل سنه وحضرتك طيب. وانت قلت لي احنا دي تعتبر من وسائل النصب الالكتروني ولا دي معايده قلبيه حقيقيه؟ قول لي. الحقيقه يا استاذ يوسف هو الموضوع فيه ده وفيه ده. طبعا مع كل مناسبه بتكون موجوده، عيد ام، نتكلم في مناسبات اعياد، مناسبات رمضان، كل المناسبات الهامه بنلاقي فيها بعض الناس، يعني بنسميهم كده الناس اللذيذه اللي طبعا بيحاولوا ان هم ينصبوا ويبتكروا طرق بيقدروا من خلالها ان هم ينصبوا على الناس. بنتكلم ان في ناس احيانا وانا بيجي لي مثلا رساله معايده عاديه ممكن يكون مرفق فيها لينك او رابط، الرابط ده ممكن يكون فيه حاجات مهمه جدا زي مثلا مواقع نصب، ممكن يكون فيه لينك بيدخلني على حاجه اسمها سباي ويف، ممكن ينزل يسطب ملف تاني على البي سي بتاعي او يسطب اي حاجه على الجهاز بتاعي، وبالتبعيه انا جهازي بقى انفكتد، جهازي بقى مصاب، ممكن جهازي ده يتعامل بيه اي حاجه، ممكن يتسحب منه الباسورد بتاعته، ممكن يبتدي ان الشخص التاني ده يحاول يسرق الفيزا مثلا بتاعتي، يبدا ان هو يسحب رصيدي. كل دي حاجات مهمه جدا. والاخطر ان بنلاقي الناس دايما بتعمل فورورد او بتعمل ارسال للكل، يلا ارسال للكل على طول بدون ما يتم التحقق من حاجه زي كده، وبدون ما يتم ان يحصل اي نوع من انواع ان انا مثلا اقف ثانيه كده، طب هو ايه ده؟ يعني افحص مثلا اللينك، احاول اشوف ايه اللي انا هبتدي اشتره للناس ده. بنتكلم هنا في عمليات ارسال جماعي اللي ممكن توصل لملايين من الناس، ممكن في يوم واحد رساله كده شكلها كويس ومتزوقه وتمام التمام، فجاه تتبعت للناس كلها، فجاه الناس كلها ممكن اي حد بيكليك عليها بيلاقيه انفكت. بنتكلم هنا كمان ان في بعض اللينكات بتبدا ان انا مجرد ما انا دخلت عليها بلاقي ان اللينكات دي بتطلب بعض الصلاحيات من الحساب بتاعي، يقول لك مثلا هل انت حابب ان اللينك مثلا ده او سوري مثلا الرابط ده ياخد صلاحيات مثلا وصول داخليه للحساب بتاعك. كل ده بيودينا لنقطه ثانيه مهمه، وهي فكره ان الاكونت بتاعي يبدا ينشر الكلام ده على صفحات وجروبات ثانيه، وده طبعا بيكون حاجه خطيره جدا. بنتكلم كمان ان في حاجه اخطر بقى على مستوى اعلى، وهي فيروسات الفديه. في بعض اللينكات بتكون موجوده فيروس الفديه، باختصار فيروس بينزل على البي سي او بينزل على الاوبريتنج سيستم خاص بويندوز، يبدا ان هو يشفر كل الملفات ويطلب فلوس نظير فك التشفير ده على جهاز الضحيه. بنتكلم كده ان في عمليه دفع فلوس وعمليه نصب بتحصل على الناس. طيب دي بتجيلي بقى من مرسل ما، ولا ممكن تجيلي من حد مثلا اخويا، ابن عمي، صاحبي، زميلي، دفعتي الى اخره؟ طبعا ممكن توصل لكل الناس من اي حد في اي وقت بحجه مثلا ان تهنئه من اجل رمضان، تهنئه من اجل عيد الام، وتحديدا المناسبتين دول بيتم يعني زي ما قلت لحضرتك كده، في ناس متخصصه في كتابه رسائل ممكن تكون جذابه لبعض الناس في ارسالها او اعاده تدويرها تاني او اعاده ارسالها. الحاجات دي ممكن يتم ارفاق الكلام ده ببساطه جدا ويتم ارسالها عن طريق اي حد. يعني انا ما بيوصل لي رساله لو انا مثلا بتكلم بلسان حال اي حد او اهالينا وكل الناس اللي تعز علينا جدا، ممكن يعيد ارسالها تاني ويبقى انا هنا تحولت ان انا اكون زومبي، الجهاز بتاعي بقى انفكتد بيسمى. طب انا هفرق ازاي؟ يعني لو جالي مثلا رساله من صديقي المهندس احمد السخاوي بيقول لي رمضان كريم، هعرف منين ان دي رساله من المهندس احمد السخاوي او انها رساله من شخص انا ما اعرفوش ومنتحل صفه؟ بتطلع لي كده مثلا في ايميل، تطلع لي على واتساب، تطلع لي على زي ما يطلع يعني؟ طيب ده سؤال ذكي جدا. سؤالنا ده بينقسم لحاجتين سريعا جدا يا استاذ يوسف. رقم واحد، لو جالك لينك مع الرسالة، لو سمحت خد اللينك ده
اعمل له فحص من اي ويب سايت، اكتب على جوجل، بكلمك حتى كمستخدم عادي، فحص اللينكات، بكلمك يعني في ابسط انواع البحث. حضرتك هيظهر لك بعض المواقع كتير جدا، خد اللينك وحطه في اي ويب سايت من المواقع اللي بتبدا ان هي تحفظ تفحص اللينك، هيظهر لك اللينك ده هل هو انفكتد، هل هو فيه مشكله، هل انت فاتحه او ان انت تفتح مثلا لينك وتبتدي انك تشوف اللي داخل اللينك ده ايه، هل ده امن عليك ولا لا، هل اللينك ده وراه اي حاجه ضاره ممكن تضر الجهاز بتاعنا ولا لا. ده رقم واحد. رقم اثنين، لو الرساله عاديه وجايه لك رساله نصيه عاديه جدا، خلاص اوكي هنقل الام بارسالها ليك وخلاص والموضوع منتهي. وتجنب دايما فتح اللينكات، لان حاليا في بعض الفيروسز اللي بتكون خطيره جدا جدا جدا، ممكن ان هي تصيب الجهاز بتاعك من غير حتى ما تشاهد. خلينا نتفق كمان على حاجه كمان يا استاذ يوسف، وهي فكره ان في مواقع كبيره، يعني هدي مثال مثلا ممكن يحصل، في ممكن يجي لك لينك اشبه بفيسبوك بالظبط، لينك انا قاري فوق اهو ان هو فيسبوك، بس مثلا ناقص او ناقص مثلا اي حاجه، مثلا في رقم زيرو بدل او، فانا هكليك على اللينك وانا مطمن ان اللينك امن وانا قاري فوق ان هو فيسبوك. هنا انا تحولت على طول لان انا جهازي يكون انفكتد، لان انا ما فحصتش اللينك، وهنا بيحصل عمليات الخداع وعمليات النصب اللي بيكون الخطوه التاليه بعد كده للمجرمين ان يحصل عمليات ابتزاز وعمليات مطالبه بفلوس. فنخلي بالنا، نتحرك دقه، كل الناس طبعا تخلي بالها من موضوع الارسال، وكل سنه وحضراتكم طيبين طبعا وحضرتك بالصحه والسلامه. طب سؤال كمان والنبي يا باشمهندس، هو الناس دي بتجيب ارقام تليفوناتنا منين؟ طيب في حاليا يعني مشكله برضو كبيره، ان احنا واحنا بندوس على بعض اللينكات احنا بندي الشخص اكسس ان هو ياخد معلومات مهمه زي الايميل، زي الرقم التليفون، زي صلاحيات هامه جدا، زي ان هو ممكن يطلع على رسائل. في حاجه اسمها اكسس توكن ممكن يقدر ان هو يحصل عليه في كل الانفورميشنز اللي ممكن تكون تخصصه، في حاجات هامه جدا ممكن يحصل عليها. فدي اول طريقه ممكن ان هو يجيبها وممكن تكون موجوده. ثاني حاجه هي موضوع التسريبات اللي بتكون من خلال المواقع الكبيره. حضرتك طبعا عارف ان مواقع فيسبوك، مواقع تويتر، انستجرام، كل الشبكات الكبيره جدا، نتكلم في مواقع عالميه كلها حصل عليها هاك الفتره الاخيره دي، وحصل تسريبات لداتا كبيره جدا 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 من العملاء تقدر يعني ملايين. يعني مثلا خليني ادي لحضرتك رقم اكزاكتلي كده، فيسبوك مثلا تم تسريب 2018 حوالي 500 ممكن 35 36 مليون شخص حول العالم، وارقامهم بياناتهم ومعلوماتهم. تويتر الفتره الاخيره دي حاجه و30 مليون تم تسريبهم، انستجرام قبلها عدد كبير، تليجرام نفس الكلام. يعني تليجرام مثلا ولينكدين، لينكدين حوالي 700 مليون، فبنتكلم في رقم حضرتك معاك داتا العالم. فكل الرسائل دي بيعاد تدويرها، بيتم، خلي بالك برضه في نقطه مهمه جدا، الجماعه اللي بيوصل لهم ايميلات سبام على الايميلات بتاعتكم. يعني هدي مثال، انا وصل لي ايميل على البريد الالكتروني بتاعي، في مثلا جاي لي من حد معين، خلي بالك برضه يا استاذ يوسف الكلام ده يمكن نقطه مهمه جدا 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 تحصل للاسف على الناس، وهي فكره ان انا ممكن اكون بتعامل عادي جدا على الايميل بتاعي اللي هو البريد الالكتروني ياهو بقى او جيميل وقفر، وفجاه الاقي ان انا جالي ايميل ممكن يكون من حد عزيز عليا جدا واتبعت لي وفي لينكات او في حاجه محظور. نخلي بالنا في حاجه اسمها زبوف ايميل، زبوف ايميل ممكن يجي لك ايميل من حد تعرفه ومش هو اللي باعت ده ومش هو اصلا اللي قام بالارسال. موضوع الزبوف هي فكره تقليد نفس الايميل بالظبط، ان هو يوصل لي من خلاله ايميل تاني والشخص التاني ما عملش الكلام ده، انطلاقا من الداتا المسربه اللي كانت موجوده. يعني حضرتك ممكن يجي لك في شركه عالميه بعتها لك ومش هي اللي بعتت اصلا، والشركه دي او الناس اللي هم بنقول عليهم سبامر ممكن يكون عامل لك حاجه ممكن تكون فيها نوع من انواع الخداع، لينك بقى، ممكن تكون صوره ملغمه، ممكن يكون ملف ملغم يبعته لك، وحضرتك من خلال الكلام ده ممكن جهازك يبقى جهاز مصاب ويتم تحميل بعض الاوامر عن طريق الملفات بتاعت الاكس اي وخلافه للجهاز عندك،
ويحصل عملية هاك على الحسابات بتاعتي. فنخلي بالنا حذر. القصة دي طبعا هو موضوع واسع جدا يا استاذ طبعا يوسف، واكيد طبعا يعني ان شاء الله نقدر ان احنا نخلي الناس دايما بإذن الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا مرة تانية يا باشمهندس، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم علينا كلنا. كل الشكر للمهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات.